السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي من قناتكم الشروق نيوز. اليوم سوف نخصص حيزا للكالتشو والبريمير ليغ. عندما نقول الكالتشو نقول لاعبين الجزائريين بالنصر في الميلان وفارس في لاتسيو نادي العاصمة الإيطالية روما، وأيضا اللاعب آدم أوناس في كالياري، وفوزي غلام في نابولي البارتينوبي مدينة الجنوب الإيطالي. لكن سوف نتحدث كثيرا اليوم عن الأزمة التي نشبت بين الشمال والجنوب في إيطاليا، بين جوفنتوس وبين نابولي، الصراع الأبدي في الكالتشو من الجهة اليوفي ومن الجهة المقابلة البارتينوبي نابولي. سوف يكون أيضا معنا على المباشر الأسطورة دينو زوف، حامل لقب كأس العالم مع منتخب إيطاليا سنة 82، وكان في عمره أنذاك 40 عاما. سيكون أيضا معنا ثعلب الميركاتو لوتشيانو موجي، صاحب فضيحة الكالتشيو بولي في السيريا سنة 2006. كل هذا في هذا الموعد الرياضي على قناتكم الشروق نيوز. البداية مشاهدينا الأعزاء من الأزمة التي هزت أركان كرة القدم الإيطالية كما تتابعون في هذا العنوان: حرب الشمال والجنوب تشتعل في إيطاليا، وكورونا تهدد الكالتشيو. كورونا تضرب الكالتشيو، العديد من اللاعبين مصابون بالفيروس المستجد. نابولي لم يتنقل إلى تورينو وعوقب من الاتحاد الإيطالي، لم يتنقل بسبب بعض اللاعبين المصابين بكورونا بعد مباراتهم أمام جنوة. لكن الاتحاد الإيطالي ضرب بيد من حديد في هذه القضية وأغرق نادي الجنوب نابولي. جوفنتوس 3 أهداف، نابولي 0. هذا ما قرر الاتحاد الإيطالي للكالتشيو مع خصم نقطة من رصيد البارتينوبي. ضربة موجعة لأنصار نابولي، ضربة موجعة للمدرب جينارو غاتوزو، وضربة موجعة أيضا لزملاء ماريك همسيك اللاعب السابق القائد الأسطوري لنابولي، ضربة موجعة للاعب دريس ميرتنس الذي نتابعه الآن في الصورة مع كريستيانو رونالدو. القرار أحدث ضجة كبيرة في أوساط كرة القدم الإيطالية كما نشاهد. خصم 3 نقاط من نابولي. الصفحة الأولى للكوريري ديلو سبورت، الصحيفة الصادرة في العاصمة الإيطالية روما الواسعة الانتشار، تقول نابولي كيسكيافو. صفعة ومميزة في وجه نابولي تلقاها من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم. نواصل فقط مع الصفحة الأولى للكوريري ديلو سبورت: سير 7 تورنا تورينو يوفي إيزولاتا. كريستيانو رونالدو يعود إلى تورينو مصاب بفيروس كورونا مع المنتخب البرتغالي، لكنه عاد في طائرة خاصة وأزاح كل البروتوكولات في إيطاليا، لأنه ممنوع وممنوع جدا أن يتنقل أي شخص مهما كان مصاب بكورونا ويدخل الأراضي الإيطالية. لكن كريستيانو رونالدو فعلها ودخل إلى تورينو. نشاهد أيضا العنوان الكبير: إيطاليا شوبونا سورباسو ليفا. إيطاليا 1-1 مع المنتخب الهولندي، كان هذا أفرح قليلا الجمهور الرياضي الإيطالي. أوريليو دي لورنتيس رئيس نادي نابولي رد على القرار وضرب بيد من حديد وقال بأنه سوف نرد بطريقتنا الخاصة. لكن قبل ذلك، هذه الصورة ماذا تعني؟ تعني بأنه أنصار جوفنتوس استهزأوا بنظرائهم في الجنوب الإيطالي نابولي ووضعوا هذه الصورة. هي تقول ربما حالة الطقس والبرودة -1، لكنهم يشيرون إلى -0 من رصيد نابولي في المباراة التي لم يلعب فيها نابولي في تورينو أمام اليوفي. نواصل مشاهدينا الأعزاء في هذه القضية، قضية الساعة في الكالتشو في إيطاليا بين الشمال والجنوب، بين اليوفي ونابولي. دي لورنتيس رئيس نابولي كما سنتابع الآن يقول بأنه سوف
يطعن في القرار، قرار الاتحاد الإيطالي بخصم نقطة واحدة ومنح الفوز لليوفي 3-0. جوفنتوس دخل أرضية الميدان لم يجد نابولي، نابولي أراد التنقل إلى تورينو لكن المصالح الصحية لمدينة الجنوب الإيطالية رفضت أن يتنقل الفريق وفي صفوفه اللاعبان مصابان بفيروس كورونا. أوريليو دي لورنتيس رئيس نابولي الرجل الأول في مدينة الجنوب الإيطالي يرد ويقول سوف نطعن في القرار. الصورة من صحيفة الكورييري ديلو سبورت الصادرة في العاصمة الإيطالية روما. دي سيرفو نائب رئيس الاتحادية الإيطالية خرج عن صمته وقال بالحلف الواحد القرار كان صائبا ولم يكن في وسعنا تأجيل المباراة. هو يساند قرار الاتحاد الإيطالي يقول بأنه من غير الممكن أن تؤجل المباراة والبروتوكول واضح، يعني جوفنتوس دخل أرضية الميدان ولم يجد منافس. لكن تصريح دي سيرفو لقي العديد من الامتعاض والانتقادات في نابولي بين أنصار البارتينوبي المولعون والمحبون بشدة لفريقهم ويقفون معه في السراء والضراء. وبناء مشاهدين الأعزاء متابعي الكالتشو متابعي قناة الشروق نيوز، هذا القرار الاتحاد الإيطالي خصم من النابولي نقطة واحدة ومنح الفوز ب3-0 لليوفي الذي ارتقى إلى المركز الرابع برصيد 7 نقاط، فيما تراجع نابولي إلى المركز الثامن ب5 نقاط بعد فوزه بأول مبارتين في الكالتشو. نحاول مشاهدينا الأعزاء الربط الاتصال بلوتشيانو موجي. عندما نقول لوتشيانو موجي نقول الكالتشيوبولي، وعندما نقول الكالتشيوبولي نقول اليوفي الذي سقط إلى الدرجة الثانية الإيطالية بعد التلاعب بنتائج المباريات. لوتشيانو موجي لحد الآن يقول نحن بريئون من هذا القرار، لكن كل التهم موجهة لليوفي، موجهة للوتشيانو موجي الذي سنشاهده في هذه الصورة. ثعلب الميركاتو وصاحب الصفقات القوية صورة لوتشيانو موجي معنا، صاحب الصفقات القوية والمدوية. لماذا؟ لأنه جلب زين الدين زيدان من بوردو نحو اليوفي إلى تورينو في صفقة مدوية، جلب أيضا العديد والعديد من اللاعبين بوكسيتش، نادفاد وتشيرام والعديد من اللاعبين الذين صنعوا تاريخ السيدة العجوز بأحرف من ذهب. الصورة الموالية للوتشيانو موجي وننتظر في نفس الوقت الاتصال معه مباشرة من تورينو، يقطن في تورينو. سبق له أن شغل منصب المدير العام لليوفي، المدير العام لنابولي، وهذا ما جعلنا نتصل به لأخذ رأيه في القضية التي جعلت اليوفي يفوز على الطاولة مع نابولي ويخصم من رصيد البارتينوبي نقطة واحدة. موجي رفقة كابيلو، رفقة جاكوبيلي ورفقة أيضا أنييلي الرئيس الحالي لليوفي، وهو ما يؤكد مكانة هذا الرجل في كرة القدم الإيطالية. يشير لي الزملاء الآن إلى أنه لوتشيانو موجي ثعلب الميركاتو الإيطالي المدير العام السابق لنابولي المدير العام السابق لليوفي معنا الآن مباشرة. نعم أهلا بك لوتشيانو موجي، غراتسي بير كويستا ديسبونيبيليتا كولا كاناريا الجيرينا شروق نيوز. جيد شكرا grazie mille per la disponibilità siamo benissimi. La prima domanda subito signor Luciano Muggi, abbiamo visto che la Juve ha vinto a tavolino 3-0 contro il Napoli, un punto in meno della squadra partenopea. Come vedete questa cosa? È una cosa buona o no per il calcio italiano? كيف ترى القرار، قرار نزع 3 نقاط من او نقطه من نابولي والفوز لليوفي ب3 أهداف مقابل لا شيء؟ Beh, penso che i regolamenti li ha rispettati la Juventus. Sì. Che si presenta dal campo dove c'era la terna arbitrale e questo vuol dire che la Lega aveva detto che la partita si doveva fare. Il giudice ha dato 3 punti alla Juventus e 1 punto di penalizzazione a Napoli, però ha lasciato la porta aperta agli eventuali ricorsi del Napoli, che sicuramente farà. Io penso che il Napoli ricorra non solo alla giustizia sportiva, ma anche alla giustizia ordinaria. E se vuoi il parere mio, probabilmente rifaranno la partita.
يقول لوتشانو موجي بأن القرار كان ربما صائبا من الناحية القانونية، لكن يعتقد بأن المباراة سوف تعاد. إذا قالها موجي معناتها سوف، هذا يدل على أن المباراة سوف تعاد. لوتشانو موجي ساي اون غرانديسيمو طالانتو فيزوري دال كالتشيو جيوفانيلي تشي اون الجيرينو كي جو كال ميلان سي كياما بن ناصر اون طالانتو اون غرانديسيمو جوكاتوري كومي فيديتي كويستو جوكاتوري كي ديفنتاتو اديسو un giocatore fondamentale per questa squadra del Milan, per l'allenatore Pioli. كيف ترى اللاعب بن ناصر الذي أصبح لاعبا مهما في تشكيلة بيولي في تشكيلة الميلان وهو يقدم مستويات كبيرة سواء مع الميلان وأيضا المنتخب الجزائري؟ questo qui guarda è un ragazzo che è cresciuto molto. Sì. Penso che diventi l'uomo, possa diventare l'uomo squadra del Milan. Sì. Lo è già, ma con l'esperienza per il ruolo sicuramente farà molto bene per il futuro. Questo qui Benacer piace al mister, piace a Pioli, ma Benacer piace a tutti perché Benacer è un ottimo centrocampista. بن ناصر لاعب كبير، يقول لوتشانو موجي قدم مباريات كبيرة مع الميلان، لا يزال يقدم مباريات أكبر مع الميلان، مستواه في تطور كبير وهو أصبح ركيزة أساسية، يقولها لوتشانو موجي مع المدرب الحالي بيولي. سينيور موجي غراتسي ميلي بير لا ديسبونيبيليتا، شكرا جزيلا لك. تشاو 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 غراتسي تشاو تشاو. شكرا للوتشانو موجي، كان معنا مباشرة حصريا على شروق نيوز من تورينو، مقر سكنه في تورينو، شغل منصب في اليوفي، وأفادنا كثيرا بخصوص القضية التي تصنع الحدث في إيطاليا بين اليوفي وبين نابولي. قالها مباشرة بالحرف الواحد بأن المباراة سوف تعاد، لأنه من جهة رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس سوف يتقدم بطعن للهيئة الكروية الرياضية، سوف يطعن في القرار، والأكيد بأنه الاتحاد الإيطالي عندما قال بأن اليوفي فاز بالمباراة وخصم نقطة واحدة من رصيد البارتينوبي فهذا يعني بأنه أنهم تبعوا فقط القانون، لكن مع ضغط إدارة نابولي، ضغط جمهور نابولي وضغط رئيس نابولي سوف تتغير الأمور. شكرا جزيلا للوتشانو موجي الذي كان معنا مباشرة من تورينو. نمر مباشرة إلى أخبار أخرى. دائما في الكالتشو في كرة القدم الإيطالية، كريستيانو رونالدو يصنع الحدث، إن لم يصنع داخل الميدان يصنعه خارج الميدان أيضا. كيف الطريقة أمامنا متابعينا الأعزاء؟ وزير الرياضة الإيطالي يهاجم كريستيانو رونالدو، سبادافورا رونالدو أفيولاتو البروتوكولو أنتي كوفيد، لقد ضرب القانون والبروتوكول الخاص بالكوفيد بفيروس كورونا المستجد عرض الحائط. يقول سبادافورا لماذا كريستيانو رونالدو الذي حالته كانت إيجابية بكوفيد 19 تنقل إلى تورينو، والقانون واضح في هذه الأمور، أي شخص يكون إيجابيا لفيروس كورونا لا يمكنه التنقل لأي بلد وخاصة إلى إيطاليا، لكن كريستيانو رونالدو فعلها وارتقى بالطائرة حطت به إلى مدينة تورينو. نواصل مع خبر آخر في كرة القدم الإيطالية يخص اليوفي، السيدة العجوز تملك جماهير كبيرة في الوطن العربي يشاهدوننا الآن، وجماهير كبيرة أيضا في الجزائر، كلهم مولعون بالسيدة العجوز، لكن الخسائر فادحة هذا الموسم، خسائر مالية كبيرة، وأنيلي يدق ناقوس الخطر ب 89.7 مليون يورو، هي الخسائر المالية لليوفي. لماذا؟ لأن اليوفي تعاقد مع لاعب اسمه كريستيانو رونالدو، راتبه وصل إلى 31 مليون يورو، راتب ضخم كبير لنادي إيطالي في عز الأزمة الإيطالية التي تمتاز إيطاليا. لماذا أيضا؟ لأن اليوفي تعاقد مع أليغري وأقاله من منصبه، وكان ملزما على دفع قيمة كبيرة لأليغري. أليغري أيضا خلفه موريتسيو ساري، كان أيضا اليوفي مطالبا بدفع القيمة لموريتسيو ساري لأنه أقاله من منصبه مباشرة، في انتظار المكالمة الثانية مع البطل الآخر، مع الأسطورة هذه المرة دينو زوف صاحب كأس العالم. نتابع دينو زوف غني عن التعريف وخاصة لجيل السبعينات الذين كانوا مولعين بهذا الحارس، زوف الأسطورة الذي نال كأس العالم في سن 40 مع المنتخب الإيطالي في النهائي أمام
ألمانيا، والجميع يتذكر أيضا نصف النهائي أمام المنتخب البرازيلي، الربع النهائي مع المنتخب البرازيلي. صورة أخرى لديونوزوف في انتظار المكالمة من روما، يقطن حاليا في روما ألقاب عديدة مع جوفنتوس، ومدرب غير محظوظ في يورو 2000 لأنه مر جانبا في المباراة النهائية إيطاليا وفرنسا بعد هدف تريزي جول في الدقائق الأخيرة، كان في ذلك الوقت الهدف القاتل الذي قتل أحلام دينوزوف الذي يتواجد معنا الآن مباشرة عبر مكالمة هاتفية من العاصمة الإيطالية روما. غراتيميلي سينيور دينوزوف بيركويستا ديسبونيبيليتا كولا كانال جيرينا الشروق نيوز إن بريميس Fares gioca nella Lazio, sei un esperto, hai allenato la Lazio. Come vedete questo giocatore? Shukran jazilan. كنت معنا الآن أو معنا الآن دينوزوف. هناك لاعب جزائري اسمه محمد فارس وقع مع لاتسيو بقيادة سيمون إنزاغي، كيف ترى مستواه وهل هو قادر على التطور مع هذا المدرب؟ ما io credo che appunto qua un ambiente buono. Inzaghi è capace di tirar fuori il meglio dei giocatori. Io credo non l'ho ancora visto bene perché non si è ancora iniziato. Insomma si è visto poco, sì. Però credo che sia stato un buon acquisto e senza dubbio la squadra è buona, può certamente fare un buon campionato. فريق كبير للاتسيو يقول المدرب دينو زوف، يقول أيضا أن المدرب كبير اسمه سيمون إنزاغي، يقول صراحة بأنه لم يتابع جيدا اللاعب محمد فارس، لكن يقول بأنه تعاقده مع لاتسيو يعني بأنه يملك إمكانيات كبيرة، قادر على التطور من الناحية الفنية من الناحية البدنية أيضا. سينيور دينو زوف c'è un altro giocatore si chiama Ben Nasser giocatore del Milan. Come vedete questo talento algerino? كيف ترى هذه الموهبة الجزائرية اسمه بن ناصر يلعب في وسط ميدان الميلان وأصبح ركيزة أساسية في الفريق؟ No, io l'ho visto il Milan, l'abbiamo visto bene, un giocatore interessantissimo, forte, completo a centrocampo. Credo che sia molto importante per il Milan e credo che ci tenga particolarmente il Milan a averlo nelle sue file. È veramente ha fatto molto bene l'altro anno e quindi credo che possa fare altrettanto se non di più adesso. يقول بأنه يعرف اللاعب بن ناصر جيدا، تابعه في الميلان ينشط وسط ميدان، ويقول بأنه قوة ضاربة، لاعب مميز، لاعب واعد، لاعب مستقبلي لأنه لا يزال شابا مع لاسكوادرا ديل ميلان كما يلقبها أنصار الميلان الروسونيري لاسكوادرا ديلا مادونينا. سؤال آخر لدينوزوف بالنسبة للمنتخب الجزائري لاسكوادرا الجيرينا، c'è un allenatore che si chiama Jamel Belmadi, ha fatto un grandissimo Coppa d'Africa, siamo campioni d'Africa, 20 partite senza subire nessuna sconfitta, signor Dionosov. Quanto è difficile restare in questa vicenda, serie di vittorie con la squadra algerina. كم هو الصعب أن يبقى المنتخب الجزائري في القمة 20 مباراة دون هزيمة بقيادة مدرب اسمه جمال بلماضي حقق 20 مباراة دون هزيمة وهو بطل إفريقيا؟ Ma io credo di sì, perché poi dopo viene appunto dalla vittoria del 19 della Coppa, eccetera. Quindi i giocatori che sono venuti a giocare qua stanno facendo particolarmente bene. Certo, credo che sia insomma una squadra molto importante per fare bene anche in futuro, forse ancora di più. يقول دينوزوف بأن المنتخب الجزائري يملك العديد من اللاعبين الجيدين، يقول أيضا بأن اللاعبون الذين ينشطون في الكالتشو في الدوري الإيطالي تطوروا كثيرا من الناحية الفنية البدنية والتكتيكية وهو ما سمح لهم بالتألق مع المنتخب الجزائري. يقول بطل إفريقيا ويملك تعداد والأكيد والدليل على ذلك 20 مباراة دون هزيمة. يقول دينوزوف grazie mille per la disponibilità signor Dionosov. Poi un piacere. Grazie, signor Dionosov. Grazie, ciao. Shukran li Dionosov. Kana
معنا مباشرة من العاصمة روما، تحدث عن المنتخب الجزائري وتحدث أيضا عن اللاعبين الجزائريين بن ناصر في الميلان ومحمد فارس في لاتسيو نادي العاصمة الإيطالية. خبر يخص هذا الفريق، فريق لاتسيو، سيموني إنزاغي يثق في إمكانيات محمد فارس، والدليل أمامنا مشاهدينا الأعزاء. بعد نهاية تربص المنتخب الوطني الجزائري مباشرة، فارس عاد إلى روما، وسيموني إنزاغي في الحصة التدريبية اليوم الأربعاء أقحم اللاعب مباشرة في أجواء التدريبات، طلب منه التركيز من أجل أن يكون أساسيا في المباراة القادمة لنادي العاصمة الإيطالية في ملعب ماراسي في الجولة القادمة للكالتشو. للحديث أكثر عن فارس، للحديث أكثر عن ما يقدمه هذا اللاعب مع نادي العاصمة الإيطالية لاتسيو، كيف تأقلم، من وجد، هل يحظى بثقة المدرب، معنا مباشرة من العاصمة الإيطالية الصحفي إنريكو سارتاني. معنا الآن الحديث عن فارس. نعم، معنا الآن إنريكو. Grazie per la disponibilità con la canale algerina Ashuruq News. Quando diciamo l'Algerio, ciao. Quando diciamo l'Algeria, diciamo Mohamed Fares, diciamo subito la Lazio. عندما نقول فارس نقول لاتسيو، ونقول أيضا سيموني إنزاغي. Come vedete questa storia, Fares, Lazio e Simone Inzaghi? Ma guarda, Inzaghi voleva Fares da diversi anni e quest'anno sì, è stato accontentato. Chiaramente è un giocatore su cui la Lazio punta tantissimo. È un giocatore che la Lazio ha cercato per diverso tempo e quest'anno sì, è riuscita a portare finalmente in Italia. Inzaghi stima tantissimo questo giocatore e punterà su di lui già a partire da sabato a Marassi contro la Sampdoria in campionato. نعم، يقول ريكو سارتاني بأنه إنزاغي يثق كثيرا في اللاعب محمد فارس، يقول أيضا بأنه سوف يكون أساسيا، معلومة حصرية من هذا الصحفي المتابع والمقرب من محيط نادي لاتسيو، سيكون أساسيا في ملعب ماراتسي المباراة القادمة التي تجمع لاتسيو بسامدوريا في هذا الملعب. إنريكو سينشيرامنتي فارس è il giocatore che il pubblico della Lazio aspetta nella faccia sinistra. Hal Fares هو ذلك اللاعب الذي كان ينتظره عشاق لاتسيو على الجهة اليسرى في هذا الميركاتو. Guarda, Fares è un nome che è stato fatto, te l'ho detto prima, per diversi anni e i tifosi si aspettavano che arrivasse questo giocatore. Era un giocatore molto atteso a Roma sì, e il suo arrivo è stato accolto veramente con grande gioia dalla gente laziale, che adesso si aspetta molto da questo giocatore perché in quel ruolo gioca Lulic, che è un po' un mito qua a Roma. يقول ريكو سارتياني فارس استقدم ليشغل منصب ظهير أيسر، منصب حساس جدا كان يلعب فيها اللاعب لوليتش الدولي البوسني، سبق له أن يلعب هنا في 5 جويليا أمام المنتخب الجزائري. يقول بأنه الجميع ينتظر الإضافة اللازمة من محمد فارس مع لاتسيو بقيادة المدرب سيموني إنزاغي. ريكو سارتياني كنت معنا مباشرة من روما، شكرا جزيلا لك. غراتسي ميلي ريكو. Grazie a voi, buona serata. Grazie, buona serata. شكرا لإنريكو سارتياني الذي كان معنا مباشرة من العاصمة الإيطالية روما. من إنريكو سارتياني من إيطاليا نمر مباشرة وبسرعة مشاهدينا الأعزاء إلى إنجلترا، والخبر الذي ينتظره الجميع، ينتظره الجمهور الرياضي الجزائري، هو بن رحمة في البريمير ليج وسيوقع مع نادي ويست هام الإنجليزي. خضع للفحص الطبي اليوم لكن ننتظر خبر توقيعه رسميا في هذا النادي المهم. بن رحمة من برينتفورد إلى الدور الدرجة الأولى الإيطالية البريمير ليج ويست هام. قيمة الصفقة نتابعها الآن، قدرت ب 33 مليون يورو بالنسبة للاعب بن رحمة الذي سيلعب في ويست هام، فريق محترم ومحترم جدا. للحديث بسرعة حول صفقة بن رحمة في ويست هام، هل تمت؟ ماذا ينتظر؟ تنتظر إدارة ويست هام لكي تعلن عنها. ينضم إلينا عبر السكايب مباشرة من إنجلترا التقني والمدرب الجزائري حمزة سرار، مدرب رديف فريق
تشارلتون الإنجليزي حمزة. شكرا جزيلا لك، أنت معنا في قناة الشروق نيوز في هذا الموعد الرياضي في البريمير ليج، تدرب في فريق تشارلتون بن رحمة يقترب من فريق وستهام. أين وصلت الصفقة حسب مصادرك الخاصة، وهل يمكننا أن نرى بن رحمة ينفجر مع فريق وستهام؟ مساء الخير إبراهيم، ومساء الخير لكل شعب جزائري ومتتبعي الشروق نيوز. فيما يخص قضية صفقة بن رحمة، هي يعني لم يبقى منها الكثير، أظن أنه اليوم أخذ الجزء الأول من الفحص الطبي، وغدا إن شاء الله في المساء سيأخذ الجزء الثاني قبل ساعة الخامسة. لماذا هناك جزئين من الفحص الطبي حمزة؟ هل الجزء الأول مخصص لما، وما هو الجزء الثاني؟ الجزء الأول دائما يكون في النادي ويكون مخصص بيعني رؤية العضلات والارتكيلاسيون وكل هذه الأمور. الجزء الثاني يعني يقول تيست كارديوفاسكولار، وهو ما يخص بالقلب والأكسجين في الدم، هذا يجب أن يذهب إلى مستشفى الخاص حتى يعمل هذا. وأنت تعرف مع قضية الكوفيد 19 الأكسس لا يوجد يعني الذهاب إلى المستشفى يعني برايفت هوسبيتال بهذه السهولة. فأظن غدا إن شاء الله ستتم الصفقة. هذا الشطر الأول من السؤال. الشطر الثاني، هل سينفجر في وستهام؟ سؤال وجيه، أظن الإجابة عنه يجب أن ننتظر ونرى كيف سيكون اللعب وطريقة اللعب لدافيد مويس، لأنه عادة دافيد مويس يلعب على العرضيات لأنطونيو، ولكن بن رحمة هو اللاعب الذي يريد التوغل كثيرا. هل هذا يتعارض، حمزة معذرة، هل يتعارض مع أفكار المدرب دافيد مويس؟ هل يمكن لهذا المدرب أن يوقف الصفقة؟ لا أظن أنه سيوقف الصفقة، لأن الصفقة تمت بين الناديين، وحتى بين بن رحمة وسهام تمت، هي 25 مليون جنيه استرليني، 33 مليون يورو، وزائد فوقها 5 ملايين أدونز كمكافآت. برنتفورد طلبت ب 8 مليون جنيه استرليني في حالة بيع بن رحمة مرة ثانية، ووستهام كانت مرغمة أن تقبل بهذا العرض لأنها باعت أحسن لاعب كان عندها، وهو اللاعب جرادي ديانغانا. وجرادي ديانغانا على يعني حط بن رحمة في موقف محرج، لأنه الآن أصبح تحت ضغط قبل أن يتقمص قميص وستهام، لأن ديانغانا هو ابن. نعم حمزة، بمعرفتك للاعب بن رحمة، هل هذا الضغط سيكون إيجابيا أو يكون سلبيا قبل الانضمام إلى فريق وستهام؟ وماذا سوف يمكننا أن نشاهد من بن رحمة بعد اللعب في البريمير ليج؟ أظن أن البداية ستكون نوعا ما صعبة، حتى يعني نكون صراحة مع الجمهور الجزائري، لأن البريمير ليج رغم أن الشامبيونشيب فيه منافسة كثيرة، إلا أن البريمير ليج يعني النظر ليفل مستوى آخر جدا. وستهام فريق يعني عنده شخصية وعنده تاريخ، ولديه الكثير يعني مناصرينه عندهم شغف كبير بهذا الفريق. فلحسن حظ بن رحمة أنه لا يوجد الجمهور في الملعب، إلا لكان سيضحوا تحت ضغط أكبر وأكبر، لأن يعني لاعبين كبار مروا على وستهام ولم ينجحوا، مثل لانزيني. لانزيني الآن يعاني، عندنا فيليب أندرسون الذي ذهب إلى بورتو على شكل إعارة، فالباب مفتوح لبن رحمة أن يلعب، ولكن أظن أن البداية ستكون بطيئة نوعا ما. ووستهام المشكلة أنه ليس ذلك النادي الذي يفوز بألقاب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ليس النادي الذي يسوق اللاعب إلى مستوى آخر. آخر صفقة عملها هي حمزة، تبدو غير مقتنع بصفقة بن رحمة إلى وستهام، لماذا؟ أظن فيها يعني فيه شيئين. الشيء الأول، لما تنتقل إلى نادي لازم تعرف التاريخ بتاعه، خاصة وأنت لاعب شاب وطموح وتود أن تفوز بألقاب. وستهام لن تفوز في بألقاب للعشر سنوات يعني مدة الكارية بتاعك في وستهام. هذا الشيء الثاني، هو لي يسوق لاعبين إلى ليفربول أو مانشستر يونايتد. ماسكيرانو كان آخر لاعب سوق إلى ليفربول. ربما بن رحمة سيكون اللاعب القادم، يصنع الاستثناء، يتألق مع وستهام، ولما لا ينضم إلى نادي كبير؟ أنا دائما أكون يعني هذا ما يتمناه الجميع، وهذا ما أتمناه شخصيا. وستهام أنا يعني
النادي القريب إلي من سكني وسيكون جاري إن شاء الله، وأنا يعني أود أن يذهب إلى المستوى الأعلى والأعلى لأنه حقيقة لديه الإمكانيات. هل سيناسبه النادي؟ هل سيناسبه الكوتش؟ ديفيد مويس؟ سننتظر ونرى. كل هذا سوف نتابعه في الأيام القليلة القادمة. توقيع بن رحمة أولا رسميا، ولما لا التألق والانفجار مع هذا النادي تمهيدا لتنقل إلى ناد آخر أكبر بكثير. حمزة سرار كنت معنا مباشرة من إنجلترا، شكرا جزيلا لك. شكرا إبراهيم. شكرا لحمزة سرار، كان معنا من إنجلترا، مدرب رديف فريق تشارلتون الإنجليزي. الكفاءة الجزائرية موجودة، تعمل في أوروبا في صمت وذات كفاءة عالية وعالية جدا. نتمنى أن يراقب مسؤولون على كرة القدم هؤلاء الذين يعملون وراء البحار ويقدمون مستويات كبيرة، وتوضع الثقة فيهم في مسؤولين من قبل مسؤولين أجانب من أجل الرقي والرفع من مستوى كرة القدم الجزائرية. وصلنا مشاهدينا الأعزاء إلى نهاية هذا الموعد الرياضي على قناتكم الشروق نيوز. تحدثنا فيه عن الكالتشيو، أزمة نابولي واليوفي. كان معنا مباشرة الأسطورة دينو زوف، تحدث عن بن ناصر، تحدث عن المنتخب الجزائري. كان معنا أيضا ثعلب الميركاتو لوتشانو موجي صاحب فضيحة الكالتشيو بولي، أشاد ببن ناصر وقال رأيه في الكارثة التي حصلت في إيطاليا بين اليوفي ونابولي. كان معنا أيضا صحفي تحدث عن لاتسيو، والآن حمزة سرار. شكرا جزيلا متابعينا الأعزاء، نلتقي في مواعيد رياضية قادمة. السلام عليكم.